الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. انخفضت صادرات النفط العراقية إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الثلث الأول من السنة الحالية 2024 لتبلغ معدل 170 ألف برميل يوميا مقارنة مع 250 ألف برميل في نفس الفترة من العام الماضي. وقال خبراء اقتصاديون إن العراق صدر في الثلث الأول من العام الحالي 20 مليون برميل بقيمة 1.6 مليار دولار مقارنة مع 29 مليون و350 ألف برميل وبقيمة 2.180 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023، وذلك بانخفاض بلغت نسبته 30% وانخفاض قيمته بلغت أكثر من 26%. كشف رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة البصرة عماد المطوري عن تأخر وزارة المالية في صرف مخصصات المحافظة منذ 13 عاماً. وقال المطوري إن ما خصص للمحافظة من أموال في موازنة 2024 لا يوازي حجم الحاجة لتنفيذ مشاريع مهمة وكبيرة، إلا أن المحافظة تطلب بغداد مبلغاً يصل إلى 45 تريليون وهو بذمة الحكومة منذ عام 2011، مضيفاً أن على الوزارة صرف تلك المبالغ لغرض إكمال المشاريع المستمرة أو تنفيذ مشاريع جديدة للسنة الحالية. ويذكر أن البرلمان صوت على تخصيص مبلغ يتجاوز 850 مليار دينار لمحافظة البصرة بالموازنة الجديدة، ما أدى إلى سلسلة اعتراضات على تلك التخصيصات. أظهرت إحصائية مصرية للصادرات الزراعية أن العراق كان ثامن أكبر المستوردين للمحاصيل المصرية خلال الأشهر الستة الماضية. ووفقا للإحصائية فإن 15 دولة عربية وأوروبية وأمريكية كانت في مقدمة الدول المستوردة للفواكه والخضروات المصرية منذ بداية العام، وتصدرت المملكة العربية السعودية الدول المستوردة للمحاصيل المصرية بكمية 350 ألف طن بقيمة 214 مليون دولار، تلتها روسيا ب 291 ألف طن بقيمة 191 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة ب 111 ألف طن بقيمة 125 مليون دولار. حل العراق في المرتبة الأولى بين الدول الأكثر استقبالاً لصادرات الحبوب والبقولات والزيوت التركية ومنتجاتها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. وأفادت جمعية مصدري الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية والمنتجات التركية بأن صادراتها في الأشهر الخمسة الأولى من العام ارتفعت بنسبة 9.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ووصلت إلى 1.4 مليار دولار. كما أكدت الجمعية أن الصادرات إلى العراق، وهي الدول الأكثر استقبالاً لصادرات المنطقة، قفزت بنسبة 16% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي. شهدت أسعار الدجاج في محافظة السليمانية ارتفاعاً ملحوظاً يوازي ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، خاصة مع حلول الأعياد والمناسبات ما يزيد من الأعباء المالية على السكان. وقالت جمعية أصحاب حقول الدواجن في السليمانية إن ارتفاع أسعار الدجاج سببه غياب الدعم الحكومي لأصحاب حقول الدواجن، ما رفع سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي إلى 4.250 دينار وأكثر من 7000 دينار للكيلوغرام بعد ذبحه. إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن.
ختام موجز إلى اللقاء.